انتفضت يمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبودي نيتر من قناتكم عبودي نيتر جيمينج، واليوم جايبين لكم بناء البايونيت او تركيبة البايونيت. انا حفترض طبعا انك انت شفت الفيديو حقة القدرات او الجيفتس، فهذاك الفيديو احنا جبنا كل قدرة من فين تقدر تجيبها وايش فايدتها. معظم القدرات اللي هنا باستثناء يمكن هذه كانت موجودة في هذاك الفيديو، ممكن ححطه في الوصف وححط لكم اياه فوق على اساس ترجعوا له. فهذا الفيديو حنشرح لكم كيف الكود مع الجيفتس الباسيف والاكتيف مع السلاح والدرع حيشتغلوا مع بعض بحيث انه يديك افضل نتيجة تقدر توصل لها باستخدامك للبايونيت. حتحتاج لو تبى تبدأ بهذا البيلد من بداية اللعبة ما حتكون متوفرة هذه الجيفتات كلها معك، ولا حيكون البلد كود. انا استخدمت الكوين بلد كود في البيلد، بس الكوين بلد كود ما تقدر تتحصل عليه الى نهاية اللعبة. فايش الكودات اللي ممكن تستخدمها على اساس انك تستخدم هذا البيلد وانت ماشي في طريقك لانك تتحصل على الكوين؟ اول حاجة نبدأ بالكاستر. الكاستر عندك بي بلس في الويل باور وبي في المايند، هذه الحاجتين اللي حتأثر على قوة الطلقة حقتك، ميزة مرة كويسة. تاني شيء عندك بعد الكاستر حيكون الدارك سيكر. الدارك سيكر امبروفمنت على الكاستر في كل حاجة، امبروفمنت يعني تحسين، عندك بي بلس في المايند والويل باور وكل شيء تاني محسن، بما في ذلك الدكسيريتي والفيتاليتي والفورتيتيود. بعد الكاستر حتمشي على الارتيمس. الارتيمس هو افضل حاجة تقريبا لهذا البيلد. انا كنت ابغى اعمل البيلد اصلا بالارتيمس، بس بعدين لما قارنته مع الكوين لقيت انه الكوين افضل في المايند، فعشان كده اخترت الكوين. ممكن تعمل نفس البيلد هذا وتخليه هايبريد، بحيث انه ايش، بحيث انك تخليه استنزاف وطلقات في نفس الوقت. انا روحت كله طلقات، ما بستخدم الاستنزاف، ما بروح عند العدو واستنزف منه ايكور. لكن لو تبغى انت تستخدم بيلد بحيث انه يكون هايبريد ممكن تستخدم الارتيمس، لانه الدكسيريتي في الارتيمس بي بلس، وعندك الميزة الحصرية حقت الارتيمس اللي هي تخليك تستنزف ايكور من الاعداء لما تراوغ منهم. بعد الارتيمس ممكن تروح على الهارمونيا، بس انا اشوف ما في حاجة. الهارمونيا زي ما انتم شايفين حتديكم زيادة في المايند والويل باور، بس حاجة بسيطة يعني، حتضحي بشوية دكسيريتي بس، حتلاقي لك شوية طلقات لو انك تبغى انت تروح على زي ما قلنا طلقات، بس ما تبغى تخليها نص طلقات ونص مضاربة. اخيرا نيجي للكوين. زي ما انتم شايفين الكوين بعد ما انا حسنت في البيلد حيديك اي في المايند و اي في الويل باور، بس انا عادني كمان قويته هنا بالويل باور مايند اب بحيث انه صار اي بلس. هذه الميزات اللي حنستخدمها. اول شيء حنستخدم سويفت ديستركشن، اللي كل ما ازدادت سرعتك ازدادت قوة تنقيص حقتك. بايونيت ماستري عشان زي ما قلنا لكم في الفيديو حقت الجيفتس او حقت القدرات، دائما الماستري حقت السلاح حقتك لازم تستخدمها، تخلي التنقيص مرة كتير 20 أو 30% تقريبا. مايند ويل باور اب طبعا حترفع لنا المايند وحترفع لنا الويل باور، يعني حترفع لنا درجة كاملة في التنقيص يا مراحب. بالنسبة للميزة الأخيرة أنا كنت محتار طبعا، لو أنت جايب من بداية اللعبة ما حيكون عندك ستامنا ستيمولنت، حيكون عندك ستامنا بوست من الرينجر بلاد كود. ممكن تستخدم ستامنا بوست، بس ستامنا ستيمولنت أعلى. كنت أبغى كمان محتار بين ستامنا ستيمولنت والتايرلس. التايرلسنس هذه طبعا تاخذها من الأعماق أو واحد من المهمات يعطيك إياها، يعطيك ار في ماستري وجيب هذه الميزة، أو من الامبروفد ريجنريشن، لأنك أنت حتستخدم طاقات كتير، حتحرق كتير من الطاقة حقتك عشان تاخذ ايكور. فشوفوا هذه الأربعة اختاروا بينها. في كمان دكسيريتي والباور اب، هذه كمان واحدة من الخيارات للميزة الرابعة. انت ممكن تشوف ايش افضل حاجة بالنسبة ليك وتستخدمها. طبعا انا روحت على بالنسبة للأسلحة انا هستخدم بس السلاح حقت ايفا اللي هو الليبرتادر. كنت كمان بستخدم حقت مية، بس زي ما انتم شايفين السلاح حقت مية هيتطلب مني اني ارفع الدكسيريتي، فممكن انا كان لازم اضحي بالستامن عشان الدكسيريتي انا شفت ماله لازمة. هذا المسافة حقته او الرينج كويسة، هذا اعلى في الرينج واضعف في التنقيص، بس يعني شفت انه ما يحتاج.
بالنسبة للأكتف جيفتس، تكلمنا على الباسيف وتكلمنا على الأسلحة، الدروع ما حتلعب أي دور في التنقيص حقتك، في تنقيص الطلقات. فأفضل إنك تختار درع الدرين حقته مرة عالي. أنا روحت مع النايت كلو، النايت كلو والفينس كلو. هذا طبعا ما يجيك إلا لو إنك عندك البري أوردر بونس، أو اشتريت الباك هذاك أبو $6 اللي يبيعوا فيه الأسلحة، ما له داعي. فأنا روحت مع النايت كلو، ولو أستخدم الفينس كلو هذا السلاح لازم أرفع المايند والدكسيريتي، حقدر أستخدمهم يعني. لو سويت كده دكسيريتي والباور أب، فينك يا دكسيريتي والباور؟ هذا سترينث والباور، هذا دكسيريتي والباور. شوفوا صارت، ستقدر أستخدم الفينس كلو، بس أنا فضلت إني أخذ ستامين أزيادة. وممكن تسوي هذا اللي يخليك تايرلسنس، طبعا تخلي الستامين حقك تتعبى أسرع، ما تزود لك في الستامين بس تخليها تتعبى أسرع. حنراوغ كتير زي ما حتشوفوا. بالنسبة للأكتف جيفتس، أول شيء عندك جيفت اكستنشن اللي تخلي الجيفت تزداد 50% المدة حقتها. بعدين عندك كلينزنج لايت اللي يكون ما نقص طاقتك يزود طاقتك. عندك رينج امباكت اللي يقوي الطلقات حقتك. عندك البلود ساكرفايس اللي يخليك تضحي بشوية طاقة عشان تاخذ ايكور. عندك اوفر درايف اللي تقوي هجومك طالما انك ما قاعد تنضرب، الين ما تنضرب يروح التأثير حقت الميزة لك ولرفيقك او لصديقك او صاحبك او البارتنر حقك. تايم كرانش ما هي ضرورية، ممكن تستبدلوها باي حاجة تانية. تخلي التشارجد اتاك اسرع. يلا دحين حنبدأ وحنشوف هذا البيلد مع البايونيت. طبعا احنا في الاعماق، احنا فين في اي اعماق؟ في زيرو ديستريكت اللي هو تحصله في المرحلة الاخيرة. حنشوف كيف هذا البيلد يشتغل وكيف وضعه دحين. طبعا الشاشة تهزز شوية لانه انا عندي مشكلة في اليد، فالعفو منكم. هذه الطلقة ابو ايش؟ الطلقة زي ما قلنا، اللهم صل على محمد، الطلقة اللي من غير تشارج. هذه الطلقة اللي بالتشارج قتلته. هذه الطلقة اللي بالتشارج قتلته. هذا دحين يعني انا قاعد ايش استخدم من غير اي من غير اي ميزات. هذا عشان عنده درع حتسوي معه كده. حلو، طيب تمام. نيجي لصاحبنا ذا الكبير. صاحبنا الكبير هذا عشانه كبير، اول شيء شغل الجيفت اكستنشن كلينزنج لايت، رجع لك شويه ايكور. حتشوفوا كل ما انا نقص طاقتي ترجع بسبب الكلينزنج لايت. خلاص رجعنا الايكور حقتنا، رينج امباكت اوفر درايف، ورجع هذا كمان حبتين ايكور، رجع طاقه. يلا شوفوا التنقيص الحين، 5000 الضربة، ضربة تانية طاح صاحبنا. بالمناسبة عشان تكونوا في الصورة بس، أنا مستواي 95، يعني مش مستواي 200، مستواي 95 بس. حلو، يلا مع السلامة. ما كان لازم استخدم تشارج، لو استخدمت العادية كان مات. هذا هذا البناء هنجري لل هنجري للايكور. هنجري يعني ايش؟ يعني يشفط ايكور كتير. فحتلاحظ نفسك كل شوية انت قاعد تسحب ايكور بالطاقة حقتك وترجع هنا يجي الكلينزنج لايت. مشكلة الرينج امباكت انها تخلص زي ما انتم شايفين، تخلص بسرعة. يلا دخلنا هنا، لا تنضرب زي ما قلنا لكم، لا تنضربوا. اهو خلصنا ضربة واحدة وتوكل على الله راجل قريب. طيب وصلنا للوحش يا جماعة الخير. حنعمل الكاستنج حقتنا قبل ما نخش. دائما ابدأ بالجيفت اكستنشن. انا احب اجمع اول شيء بعدين اسوي رينج امباكت لانها تخلص بسرعة. عبي الايكور حقتك لانك حتحتاج يكون كامل. خذ واحدة طاقة وخش. يلا. نسيت هذا. ضد الوحش نحتاج هذا. خليك بعيد عنه لين ما يطفش ويروح على صح. طيب راح الاوفر درايف.
تشوفوا الرينج حقت البرودريا ما هو يعني رينج طيب، يعني ما تقدر. لا 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 اوه ضربني وانا اعمل ايش؟ ضربني. اصبر 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 يهو قتلني. طيب اصبروا، المشكله ما هي في البلد يا اخوان، المشكله في انا. اي هاي دحين تعال يا اوكي اوكي زي ما عشان كده انا سويت الستامينا. خلاص خلصنا عليه طبعا. هنا تيجي فايدة الشيفتنج هولو. زي ما شفتوا الشيفتنج هولو ضرورية جدا، ولو حتى لو تبى تشيلها مثلا، هذه الشيفتنج هولو تشيلها وتحطها مع البوسز، لانه زي ما شفتوا لما اختفى وجاب يهجم علي انا راوغت منه بالشيفتنج هولو. جدا جدا مفيدة، انا ما اعرف العب من غيرها، وحتكون موجودة في كل البلدات اللي حنسوي لكم اياها. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ادونا رأيكم في البلد، لو عندكم شيء تحسنوا عليه حطوا لنا في الكومنتات. جزاكم الله خير على المتابعة، كان معكم عبودي نيت من قناتكم عبودي نيت جيمنج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.